يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يصلي ويقول لا إله إلا الله وهو مقيم في بلاد الإسلام وهو مشرك بدعائه الأموات والاستغاثة بهم، لا صلاة له، لا صلاة له ولا إسلام له حتى يخلص لله عز وجل العبادة. نعم، وإن كان في بلاد الإسلام. نعم. كذلك يسأل حفظك الله، يقول هل كفره كفر أصلي؟ نعم، هل كفره كفر أصلي؟ إن كان هذا طرأ عليه هذا مرتد، إن كان أنه من أصله كذا هذا كفر أصلي. نعم.